ليه في حد غريب في الفصل؟ ده أليكس جاسوس مدرستنا، أليكس بوند العميل دبل أو للمدرسة. هاي شون، هو قلمك الرصاص اتكسر؟ لو محتاج قلم تاني ممكن تستخدم قلم من الستاند بتاعي. شكرا يا صديقي، لكن أنا معايا أدواتي المدرسية. أو يا ربي، هو ده ديناميت؟ نقص رول فويل كبير 3 أجزاء، نلزقهم بشمع سخن مع بعض. نحدد على الأطراف فوق كرتون سميك ونقصها ونلزقها بشمع سخن من تحت. نلون الرولز بالأحمر، نلزق خيوط ورق فوم أسود حواليها، نضيف خيوط توين زي فتيل الديناميت وستيكر. نحرق أطراف الفتيل شوية. أليكس، ممكن تخرج برا مخبأ القنابل، ده مش ديناميت حقيقي، ده مجرد ستاند أدواتي المدرسية شكل متفجرات. بص، ده شاي كل أقلام الرصاص والجاف، ما تقلقش من أدواتي المدرسية مش هتنفجر. إحنا بنحب نعمل مقالب في مدرس الجغرافيا، خصوصاً لما يكون معانا ماركر تجسس في ليزر. نقص غطا ماركر ونقفل الماركر، نلزق بشمع سخن الليزر جيب على الغطا ونضيف شمع سخن تاني. نلف قطعة كلها في ورق كريب ونعمل قطع في الغطا علشان القلم يتفتح. المدرس مش فاهم إيه اللي بيحصل، مين اللي بيعمل ده؟ صاحبة الشعر الأحمر ملهاش دعوة بالموضوع، هي بتسجل ملاحظاتها بقلمها الماركر وبس. مدرسنا طيب جداً. المدرس بسهولة بيقدر يعرف مين بيغش في الامتحان، هو دايماً مع نوت بوك للتجسس. نعمل فتحة في نوت بوك مناسبة لجراب موبايل، نثبت فيها جراب الموبايل، نعمل فتحات للكاميرا وكشاف إضاءة، نقطع فتحات في ظهر غلاف النوت بوك، نلزق الجراب من جوه بشريط لزق دبل فيس. نلون النوت بوك بلون أكريليك، نخفي الفتحة على غلاف الظهر برسم شكل عين. نرسم عيون فوق الغلاف كله. يلا نبدأ نتجسس. مهما حاولت صاحبة الشعر الأحمر إنها تخبي ورقة الغش، المدرس بيشوف كل حاجة بالنوت بوك اللي معاه. اتمسكت يا صاحبة الشعر الأحمر، لكن هو عارف إزاي إني بغش؟ ده دايماً باصص في النوت بوك اللي معاه. أليكس كمان معاه معدات تجسس، دي عبارة عن منتج سري جداً لرفع بصمات الصوابع، يلا بينا نجربه. نلزق ليبل مكتوب عليه لون بصمات صوابع على إزازة وايت أوت، نلزق كمان بشمع سخن ليبل مخصوص على بكرة لزق شفاف من ناحيتين، نحط الوايت أوت واللزق في الشنطة ونضيف ورقة بصمات مطبوعة فاضية، نلزق ليبل مكتوب عليه سري للغاية. أدواتي سهلة الاستخدام جداً، لازم تظللي الخانة اللي في الورقة بالقلم الرصاص وبعدين تضيفي شوية لون لرفع بصمات الصوابع وتضغطي عليها. وأهو دلوقتي أنا معايا بصمة صباعي، لكن يا ترى بصماتي هتساعدك إزاي؟ يلا بينا نستخدم أدواتك ضد المدرس. لحظة ما يمشي نرفع بصماته من على كرة الأرضية مثلاً، إحنا هنستخدم شريط لزق. ودلوقتي نضيف بصمة صباعه على موبايله لفتحه. إحنا فشلنا، خطتنا العبقرية ما نجحتش خالص. ممكن تكون بصمة الصباع دي تخص ميس سميث مش بصمة المدرس الجديد. جواسيسنا الشباب ما نجحوش النهاردة.
أليكس وصل لطريقة جديدة لتمرير الملاحظات في الفصل. هيحتاج فرشة جاسوس مع تركيبة مخصوصة. نفك فرشة ألوان مية. نقطع أساور فسفورية في الضلمة ونصب السيل في جسم الفرشة. نقفل الفرشة ونلزق ليبل. الجواسيس الشباب يمرروا ملاحظات على الديسك، لكن المدرس مش شايفهم. سر جواسيسنا اتكشف بسرعة، ومجرد ما نوجه لمبة UV على الديسك كل الملاحظات بتبقى متشافة. واضح إننا نسينا حقيقة إن مدرسنا كان بيشتغل في الخدمات السرية لصالح مدير المدرسة. ميس سميث، خلي بالك، في شخص بيجسس عليكي طول الوقت في الآخر هناك. شون قضى وقت الحصة كله بيبص على المدرسة وعلى ملاحظات شخص تاني من منظره الجديد. نقص قطعة رول مناديل ورق فاضية، وكمان نقطع رولز ورق تواليت بنفس الطريقة. نحدد على الأنابيب فوق بلاستيك شفاف. نقص 4 دوائر ونلزق فريم من ورق فوم أسود. نلزق قطعة بلاستيك في الرول. نزين الأطراف بقطعة ورق فوم سودا. نعمل 4 عدسات منظار. نضيف العدسات على الرولز الطويلة. نلزق بشمع سخن قطعة ورق كرتون سميكة علشان تكون الوصلة، ونجمع جزئين المنظار. نلون المنظار بلون أكريليك. نفك العدسات ونضيف أقلام رصاص جواه زي البنسل كيس. ميس سميث، قربت تفقد أعصابها. ابعد منظرك بعيد وبطل تتجسس عليا. أوه، ده مجرد بنسل كيس الجديدة بتاعتي. يظهر إن ميس سميث جالها بارانويا. هي محتاجة الأجازة دلوقتي حالاً. طيب، مين عنده إجابة للسؤال ده؟ صاحبة الشعر الأحمر، تعالي للسبورة. أي حاجة غير كده؟ هي مش مستعدة خالص، لكن على الأقل هي جاهزة إنها تغير شكلها بشوية تنكر مفيد. نشكل صلصال خفيف شكل أنف. نلونها بلون أكريليك عشان تبان بلون الجلد. نلزقها بشمع سخن في النضارة. نقص شنب من صوف أسود. نلزق حزام من شريط لزق دبل فيس في الشنب، ونطبق قطعة القماش المطاط السميكة النصين. نحدد فوق باترون برنيطة ونقصها. نلزق القطعتين بشمع سخن. نقلب البرنيطة من جوه لبره. نغطي جوانب العلبة كرتون بورق زينة. نلزق ليبل تجسس على الغلاف الكرتون. ونلزق العلبة بشمع سخن عليها. نشيل البرنيطة، النضارة بالأنف، والشنب المزيف في العلبة. في وقت ما المدرس ما يكون مشغول، صاحبة الشعر الأحمر بسرعة بتلبس طقم الجاسوسية اللي معاها، أنف مزيفة، برنيطة، وطبعاً شنب. دلوقتي بقت شبه جروتشو ماركس. المدرس اتلخبط، هو في تلميذ جديد في الفصل؟ من الحكم على شنبك؟ دي مش أول مرة تاخدي الحصة دي. طيب، روحي على مكتب المدير. وأليكس مضطر إنه يجاوب، هو اللي عليه الدور في القائمة. المدرس قطع النوت بوك اللي معاه، يا ترى هيدرس ازاي دلوقتي؟ لكن أليكس عارف هيعمل ايه؟ اطلبوني وبس، أليكس بوند. نعمل فتحة في غطابوة صمغ باستخدام سن مسدس شمع سخن. نساوي طرف الفتحة باستخدام سكينة. ونضيف الغطا في مسدس لعبة مكان كاتم الصوت. ونركب عبوة الصمغ في الغطا. نلون أنبوبة الصمغ بلون أكريليك أسود مناسب للمسدس.
أليكس بيروح ناحية المدرس. ما تضربش. إيه ده؟ ده صمغ كاتم صوت. أنا هصلح لك النوتبوك بسرعة. مسدسي مش خطير. والعميل أليكس بوند دايماً بيحمي المعرفة. المدرس بيملينا ملاحظات، لكن أليكس اختار قلم مش عادي علشان يكتب بيه. نغطي ورق الزبدة بالفازلين، نصبه فوقيها نقطة شماسخ سخن، ونضيف شاليمو كوكتيل عليها. نبشر شمعة وندوبها في الميكرويف. نصب الشمع الدايب في الشاليمو، نعمل قطع بطول الشاليمو ونشيلها بعد الشمع ما ينشف جواها. نبري الطرف ببراية قلم رصاص علشان شكلها يبقى شكل القلم، ونضيف ليبل. في إيه يا أليكس؟ أنا مش شايف أي ملاحظات. هو أنت بتحفظهم؟ لا، أنا بس معايا قلم رصاص سري جداً، بمشي على الملاحظات بالماركر وهيبانه. دي طريقة تجسس جديدة مضادة للغش. أليكس اتعين في هيئة الخدمات السرية للمدرسة، ودلوقتي هو وصل الفصل بشنطة جاسوس حقيقية بدل شنطة الظهر. نخرج المشبك من فولدر مدور ونغطي الفتحات كلها بشمع سخن. نلزق فيها جوانب كرتون. نغطي فولدر بلون كروم معدني سبراي، ونلزق فالكرو للتثبيت. ونلزق مقبض شنطة من البلاستيك. نعمل فتحات لمعدات جاسوس على ورقة فوم مطاط. نضيف قطعة الفوم المطاط في الشنطة. أليكس اتغير خالص، في حاجات كتيرة في شنطته الجديدة. دي معدات جاسوس في مدرسة ثانوي. ما تقلقيش يا صاحبة الشعر الأحمر، الجاسوس أليكس في خدمتك. عجبتكم أدواتنا المدرسية للجواسيس؟ عرفونا في التعليقات تحت الفيديو أي جهاز تجسس هتمرروه لفصلكم، منظار بنسل كيس، صمغ كاتم للصوت، ولا أداة رفع البصمات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما يفوتكمش ابتكارات حياة جاسوسية جديدة من تروم تروم.